قاعدة فورت وينرايت العسكرية وسط ألاسكا أو مطار لاتفيلد سابقاً، مهمته تزويد العمليات العسكرية المشتركة الأمريكية حول العالم بالقوات القتالية، لكنه يوماً ما خضع لسيطرة الجيش الأحمر السوفيتي بالكامل. في أي يوم اعتيادي يكون هناك 500 جندي سوفيتي في هذه القاعدة؟ مدرج المطار خاضع بالكامل للجيش السوفيتي بما في ذلك أبراج المراقبة والفرق الأرضية، المطار كله يتكلم بالروسية لتسيير رحلات. خلال الحرب العالمية الثانية وتحديداً عام 1942، أدرك الحلفاء أن الجيش السوفيتي سينهار أمام زحف هتلر إذا لم يجدوا وسيلة دائمة لدعمه وبسرعة، فقرروا إنشاء جسر جوي لا تطاله القوات النازية، فاتجهت الأنظار صوب ألاسكا. دار الكثير من النقاش حول الكيفية التي ستنتقل فيها آلاف الطائرات المصنعة في أمريكا إلى الطيارين السوفيت، لكن ستالين لم يوافق على وجود قوات أمريكية في الأراضي الروسية، أي أنه لم يرد أن يشاهد الجنود الأمريكيون خلف ما سيعرف لاحقاً خلال الحرب الباردة بالستار الحديدي. لذا تم التوافق على أن تكون مدينة فيربانكس هي المكان الذي تلتقي فيه الطائرات الأمريكية بالطيارين الروس ليقودوها إلى سيبيريا. عرف الجسر الجوي المنشأ بخط ألاسكا سيبيريا السريع، وعبره انتقلت 8000 طائرة وعشرات آلاف الدبابات والقطع الحربية وكميات هائلة من الذخيرة الأمريكية إلى الاتحاد السوفيتي. وتخليداً لهذا المجهود ول13 جندياً سوفيتياً دفنوا في مطار لاتفيلد الأمريكي، أقيم عام 2006 هذا النصب في مدينة فيربانكس، يخلد شجاعة الطيارين السوفيت والأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية. هذا هو النصب التذكاري الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الذي يخلد التعاون بين الطيارين السوفيت والأمريكيين إبان الحرب العالمية الثانية، تعاون كان له أثر كبير في حسم نتيجة الحرب لصالح الحلفاء ومن بينهم آنذاك الاتحاد السوفيتي. أمجد المالكي، الحرة، فيربانكس، ألاسكا.